السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. معاكم أحمد سمير من قناة يلا نساعد بعض. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على موضوع ظريف ولطيف هيهم ناس ديزاينرز كتير من اللي لسه مبتدئين ولسه ما عندهمش خلفية بالموضوع اللي هنتكلم فيه، وإيه الخطوات اللي لازم نتبعها في بداية أي بريف جديد أو أي أمر شغل جديد لسه جايينا ولسه هنبدأ فيه. إيه الحاجات اللي لازم نراعيها قبل ما نشتغل علشان نقدر نتفادى أي مشاكل ممكن تحصل في الشغل، أو لما الشغل يروح للمطبعة، زي المقاس، زي كواليتي الصور، زي حجم الخطوط، عدد الصفحات، الحاجات دي كلها اللي لازم نراعيها واحنا شغالين عشان ما يحصلش أي مشاكل والشغل يقعد يروح ويجي كتير. فاحنا محتاجين نعرف شوية خطوات ثابتة وأساسية كده لازم نتبعها دايما واحنا بنبدأ فايل جديد او شغل جديد، ايا كان بقى، فلاير، بروشور، مجلة، كتيب، ايا كان، ايا كان الحاجة اللي عندنا وعايزين نعرفها. هناخدها في نقط أساسية كده وشوية نقط مهمة لازم ناخد بالنا منها كويس قوي. وأول حاجة هنتكلم فيها هي المقاس. مقاس الحاجة إزاي نحددها وإزاي نعرف إن كانت هتبقى مقاسها مظبوط، مقاسها مفهوش مشكلة، هيبقى ما يهدرش معانا في الورق، ما يبقاش حجمه كبير، ما يبقاش حجمه صغير. إزاي نقدر نحدد ده من خلال حاجات بسيطة هنعرفها مع بعض، وعلى أساسها تقدر تحدد مع مقاسك وانت شغال، عشان كمان تبقى عامل حسابك ان الشغل ده او المقاس ده ما يهدرش، المقاس ده ما يبقاش كبير قوي، يهدر معانا في الورق، يطلع حادر ودشت كتير. ده اللي هنعرفه النهاردة من خلالنا ومن خلال أول درس إن شاء الله في المجموعة بتاعتنا الجديدة، وإن شاء الله هنشوف إزاي هنقدر نحسب الحسابات دي وإزاي نقدر إن إحنا نلم الموضوع في حاجة بسيطة. طيب أنا إزاي أقدر أحدد المقاس؟ في طريقة هنشرحها مع بعض، بس ده هنتبع كأننا احنا اللي هنحدد المقاس واحنا اللي مطلوب مننا نحدد مقاس الشغل، ايا كان بقى، فلاير، منيو، مجلة، كتيب، ايا كان. قعدت كده في ساعة تجلي عملت تقسيمة الفرخ وازاي تقسمته وازاي نقدر نحسب المقاس بتاعنا. في عندنا نوعين من ثلاث انواع من مقاسات الورق. عندنا مقاس اللي هو الستاندرد او المتعارف 70 في 100، وعندنا مقاسين، حاجه بتسمى الجاير الكبير والجاير الصغير. طيب هنعرف مقاساتهم ازاي؟ احنا تركيزنا كله النهارده ان شاء الله هيبقى على ال 70 في 100. طيب الجاير ده بنستخدمه في ايه؟ الجاير ده بنستخدمه لما يبقى عندنا مقاس رخم بالمعنى كده المتداول، ان هو لا جاي في الربع ولا جاي في النص، ولو جه على الفرخ هيهدر كتير، فبالتالي بنلجأ للمقاسات اللي هي اقل منها، اللي نسبة الهالك والتهدير فيها تبقى خفيفة ومش ضارة ومش مكلفة. ايا كان بقى المقاس، يعني لو عندنا مقاس مثلا 50 مقاس عدى ال 50 وال 70، يعني 50 في 50، 55 في 55، 55 في 73، فتلاقي المقاس لو جه على الفرخ اللي هو 70% هيهدر وهيقرف وهيقع منه كتير. طيب نلجأ بقى في الحالة دي للمقاسات اللي هي الجاير. طيب الجاير ده مقاساته ايه؟ هنشوف مع بعض المقاس. زي ما احنا واضح كده معانا على
السكرين كده على الشاشة معانا. عندنا لو جينا على الجاير هتلاقي مقاس الجاير الكبير 88 في 66، والجاير الصغير 82 في 57. ده بنلجأ له زي ما قلنا كده في المقاسات اللي هي لا هي ماشية مع الربع ولا ماشية مع النص ولا ماشية مع الفرخ ومش لاقيه لها طريق، فبنروح نجيب الجاير ده نشتغل عليه، فنسبة الهالك ونسبة الدشت والهادر اللي بيقع منه ما بتبقاش كبيرة وما بتضرش. طيب ايه تقسيمة الفرخ 70%؟ تعال نشوف مع بعض كده ونبدأ نشوف مع بعض. قعدت كده عملت تقسيمة الفرخ. طيب هل الفرخ احنا بنشتغل على 70% كاملين؟ الحقيقة لا، يعني هو يفضل ان انت تسيب ما يسمى بالبنسة او داير ما يدور سنتي للشغل، زي ما هو موضح قدامنا كده. انا عملت الاسود، الفريم الاسود ده حدود الفرخ الكامل، والاصفر اللي جوه هتلاقي مقاس العمل المقترح او المفضل. طب ليه احنا بنسيب السنتي الداير ما يدور ده؟ ليه حاجتين بصمت. اول حاجة هي، تعالى نشوف الفيديو ده عشان تبقى الامور واضحة. شايف قدامك المنفاخ او الشفاط ده او البنسة دي، هي دي اللي احنا بنتكلم عليها. هو ده الجزء اللي انا قصدي عليه، اللي هو بيسموه شفاط الورق او البنسة اللي بتاخد الورق بتسحبه عشان تدخله للمكنة. فده طبعا بره مساحة الشغل، وفي لو في شغل جوه الموضوع هيضيع. طيب والحاجة التانية، الحاجة التانية لو جينا بشكل عملي كده، فتحنا مثلا صفحة بيضة وعملنا لها اكسبورت من على الانديزاين مثلا، ماشي، تيست، سوري تيست، ماشي. انا بس معاك واحدة واحدة، بيبقى في البي دي اف، وهنعمل الاكسبورت بتاعنا، تمام، وهنروح على الديسكتوب بتاعنا ونجيب التست. بيظهر معانا اللي انتوا شايفينه ده، بار الالوان والكروسات والحاجات دي كلها بتبقى في مساحة المتر في 70، فبالتالي احنا لازم نعمل حسابها. بار الالوان اللي بيطلع من المكنة وبيطلع من الطباعة ده لازم طبعا يبقى منه مساحة، فبالتالي لازم نسيب القيمة اللي احنا بنقول عليها اللي هي السنتي الداير ما يدور. فمساحة العمل بتبقى 98 في 68، ده في حالة ان احنا لو هنشتغل على الفرخ كامل. طيب لو احنا هنشتغل على النص، النص فرخ، بيبقى 50 في 70 زي ما احنا شايفين كده. انا مقسمه بحيث ان الامور تبقى واضحة. طيب احنا لو هنشتغل على 70 في 50 هيبقى المقاس المقترح عندنا 68 في 48. طب ده بنستخدمه في ايه؟ ده بنستخدمه في المقاسات الكبيرة اللي هي معدية، زي الظرف الاسري، الحاجات اللي هي بتبقى مقاساتها كبيرة، عندك بوستر، عندك حاجات بتحب تشتغل عليها مقاس كبير، فبنشتغله على المقاس اللي هو 70 في 50 او النص فرخ. فبالتالي هنا بيبقى النص فرخ بيطلع لنا عدد 2 في الفرخ. يعني لو انت عندك هتطبع 1000 حتة، بتجيب 500 فرخ على الاثنين بيبقوا 1000، وبتزود شوية المطبعة، بتزود شوية 20-30 فرخ كمان عشان تظبيطة المكنة الأولانية وتظبيطة الألوان والحاجات دي، فعشان تبقى تاخد الكمية بتاعتك بعد كده مظبوطة. المقاس التاني اللي عندنا اللي ممكن يطلع من الفرخ عندنا اللي هو 3 في الفرخ،
تلت الفرخ، التلت الفرخ ده بيطلع معانا تلات حتت، تلات حتت 70 في 33، فيبقى مساحة الشغل عندنا 32 في 68، وهيطلع عندنا الحتة الحمراء دي السنتي اللي هو هيبقى بره، لأن 33 في 3 ب 99 هيتفضل عندنا سنتي، هيبقى ده، وده هيطلع معانا 3 في الفرخ. طيب المقاس التاني ايه اللي هو عندنا؟ عندنا الربع فرخ، والربع فرخ ده تقريبا هو الشايع في الشغل، هو والنص فرخ. فدايما يقول لك ايه، منتج الحاجة على الربع او على النص، فده المقاس التالت بتاعنا، وبيبقى 50 في 35، والمساحة المقترحة للشغل بتبقى 33 في 48، وبيطلع 4 حتات في الفرخ. طيب ده بيستخدم في ايه؟ ده لو انت عندك مقاس كتاب بقى، او مقاس مجلة، مقاس بروشور، ومش عايزه يهدر وما يبقاش هالك، ممكن في الحالة دي تختار المقاس ده وتكيف نفسك على المقاس اللي انت حبه معاك. ده مش ان هو يبقى الصفحة الواحدة، احنا بنتكلم على ان الصفحتين جنب بعض ما يعدوش مقاس الربع فرخ. يعني لو احنا عندنا مثلا، افترضنا كتاب 24 و24 يبقى 48، كويس. فانت عندك 24 و24 مثلا، ممكن تعمله الطول زي ما انت عايز، ان هو ما يعديش معاك، الموضوع نسبة وتناسب. دايما هات اي رواية او اي كتاب عندك، دايما هتلاقي مقاسه محصور ما بين 16 ونص و23 ونص او 24 او 17 في 24. دايما مساحة الكتب او الروايات او الحاجات اللي عندنا كلها، لو جبت اي رواية عندك ولا اي حاجة، هتلاقي المقاس بتاعها مش هيخرج بره المقاس ده. فانت بالتالي بتقدر تشوف المقاس بتاعك اللي انت عايز تشتغل عليه، كبير صغير براحتك، وان انت تتفادى فكرة ان هو يعدي عن المساحة دي. فبالتالي انت كده بتقدر ان انت تلم المقاس بتاعك، ما يبقاش فيه هادر المطبعة، ما تجيش تقول لك لا صغر المقاس، لان ده حصل معايا كتير قوي، ان الناس كانت بتشتغل من غير ما ترجع لي في المقاسات، فبالتالي نلاقي ان المقاس كبير والمطبعة بتقول تهدر، فبتخش في حوار، وبعد ما تخلص شغل بروشور مثلا ممكن يعدي 50 60 100 صفحة، فمضطر ان انت تعيد اللي اوت كله تاني، وتبدأ تعدل المقاس، عشان محدش قادر يفكر شوية في فكرة ان المقاس لازم يبقى في الستاندرد بتاع الورق عشان ما يهدرش ويزود التكلفة. طيب المقاس التاني اللي بعدنا ايه؟ التمن. التمن ده بيبقى ايه؟ بيجيب معانا عدد 8 حتت في الفرخ، يعني الفرخ بيقطعه 8 حتت. مقاسه كام؟ 25 في 35، 25 في 4 قد كده ب 135، و35 70 قد كده المتر في 70. المقاس المقترح طبعا بتاعك دايما بقى، احنا خلاص حفظنا ان انت هتنقص سنت داير ما يدور، فبالتالي هيبقى 33 في 24. برضو ده مقاس من المقاسات اللي ما تهدرش معاك وتبقى مظبوطة، ده المقاسات الصافي بتاعتك اللي ممكن تشتغل بيها، ممكن تدخل فيها البليد مفيش مشكلة، ممكن تخصم منه البليد وتطلع المقاس ببليدك بالزوايد بتاعتك بنفس المقاس، لأن البليد في الأول وفي الآخر 3 مللي، وكده كده بيضيع في القص، فما بيسببش مشكلة أوي كده. ده المقاس الرابع بتاعنا اللي هو 8 في الفرخ. طيب ايه تاني عندنا المقاس؟ عندنا المقاس 9 في الفرخ. ايه التسعة في الفرخ ده؟ اللي هو 23 في 33، وهيطلع سنتي من هنا وسنتي من الجنبين على ما يظبط المقاس. المقاس المقترح بتاعه طبعا هيبقى 32 في 22 او في 21 او 31، يعني انت ممكن تسيب سنتي داير ما يدور او تسيب 2 سنتي، فدي مطروقة لك. فهو بس اهم حاجة لازم السنتي ده بره حسبتنا خالص. ده هيطلع معاك 9 في الفرخ، وتشوف برضو كيف ماشي. لو عايز تعمل فلاير وش وظهر، عايز تعمل كتاب كتيب صغير، عايز تعمل دعاوي مطروح، انا بديك المقاس وانت هتبدأ تختار المقاس اللي يريحك اللي انت حابب تشتغل عليه. المقاس اللي بعده
وده سوري هنرجع له تاني، اللي هو التسعة في الفرخ. انت لو دققت شوية في المقاس، ده اللي ممكن ينطبع عليه مثلا بقى الليتر هيد، اللي هو جواب المراسلات والحاجات دي، لان المراسلات عندنا A4، والA4 كام؟ 21 في 29 و7، فبالتالي يجي هنا مستريح وما يهدرش ويطلع لك تسع حتت في الفرخ. يعني لو انت عايز تطبع مثلا 1000، احسب بقى شوف انت التسعة، الفرخ الواحد هيطلع معاك تسعة، فاقسم التسعة على الألف وزود عليهم الدشت بتاع اللي بيسموه بقى التست والدشت والحاجات دي كله، فهتلاقي طالع معاك العدد مظبوط ومش هيهدر خالص. عندك العشرين في 30، ده لو انت عايز تطبع برضو حاجات صغيرة في المقاسات دي، انت بتكيف نفسك برضو. ده ال 20 في 30 هيطلع معاك 11 حتة في الفرخ، وبتبقى تقسيمتها او منتجتها بتبقى بالشكل ده كده عشان يقدر يظبط، وبتنزل منه استريشة او فضلة حوالي 10 سنتي من الفرخ. في ناس بتاخد الاستريشه دي بتستفيد منها، بتعملها الصبانه او كتله الورق اللي احنا بنكتب عليها، بتعمل بيها اي حاجات تانية. في ناس بتستغلها ما بترميهاش، طالما الحته ممكن يطلع منها شغل. مقاس العمل طبعا زي ما احنا شايفين 18 في 28، ده المقترح برضو، ان انت دايما لازم تسيب السنتي بتاعك. هنا برضو آخر مقاس معانا وهو 16 حتة في الفرخ، وهو 25 في 17 ونص، وده غالبا 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 قد يكون رئيسي في صناعة أغلفة الكتب والروايات، لأن ده دايما لو عندك رواية أو كتاب ولا حاجة هتلاقي المقاس متراوح ما بين 16 ونص و23. ده المقاس الستاندر بتاع الكتب والروايات عموما، ممكن تلاقيه اكبر شوية اصغر شوية، بس هو ده الستاندر اللي ما بيهدرش دايما في الشغل. ولو جيت حسبتها 17 ونص و17 ونص 35، تمام؟ فاللي هو لما هتشتغل 16 ونص و16 ونص يبقى 33، وال23 هتجيب معاك 23 و23 46، فهيجيب معاك 2 في الربع فرخ. لو فردت صفحتين جنب بعض وصفحتين تانيين فوقيهم، فهيجيب معاك يعني الفرخة هيطلع لك صفحة كبيرة وش وظهر، فده بالتالي هيوفر كتير جدا في انك تطبع على مقاس ده وتظبط مقاسك على الوضع ده. فكده احنا وصلنا، ده كده كل تقسيمات الفرخ. طبعا مقاس الجاير زي ما قلنا 88 في 66، والجاير الصغير 82 في 57، فبالتالي ده عندك المقاس، او دي تقسيمه الورق. انا هحط لكم الصور في الديسكريبشن، لينك هحاول احطها لكم وارفعها بحيث انها تبقى موجوده عندك. ده تقسيمات الفرخ وده تقسيمات المقاسات الستاندر. انت لو فتحت الفوتوشوب او فتحت اي حاجه عندك وبدات تعمل ارت بورد جديد عشان تاخد المقاسات وجيت على البرنت، دايما هتلاقيه هو عامل لك المقاسات الستاندر اللي احنا غالبا بنتكلم عليها. عندك الليتر، وعندك الاي 4 مثلا 21 في 29 و7، الاي 6 هتلاقيه نص، الاي 5، الاي 3 ده في الاي 4، والبي 5. بص هتلاقي كل المقاسات دي المقاسات اللي هي متناسبة مع تقسيمة الفرخ، وان هي ما تهدرش معاك، وان هي ما تعملكش مشكلة لما تبعت الشغل المطبعة ويرجع يقولك لا ده المقاس كبير، المقاس ده هيهدر معانا في الورق. لا، لازم ان انت تظبط المقاس. ده اول درس لينا في الخطوات اللي انت لازم تاخد بالك منها في وانت بتبدأ الشغل، عشان ما يواجهك ما تواجهش مشكلة قدام ويجي يقول لك لا
احنا لازم الشغل يتعاد كله. يا رب يكون الموضوع مفيد. هرفع لك الصورة واسيبها لك، احتفظ بيها، شوفها وخليها عندك لو حبيت تستفيد بيها وانت بتبني الفايل من الاول، عشان ما يبقاش عندك مشكلة ان شاء الله في المقاسات. بالتالي كده احنا تقريبا لمينا الموضوع بسلاسة، وازاي تقدر تحكم مقاساتك. يا رب يكون الموضوع مفيد، يا رب يكون في إفادة لكم بإذن الله، وأتمنى منكم الدعوات والدعم دايما، وربنا يجزينا ويجزيكم خير. وإن شاء الله في الدرس الجديد بإذن الله تابعوني عشان تشوفوا إيه الخطوات التانية اللي لازم نتبعها عشان نقدر نطلع حاجة مظبوطة بإذن الله. كان معكم أحمد سمير، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسبحان الله وبحمده، وسبحان الله العظيم.